السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجة 97 FM في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ترحيب. طبعا اليوم الحلقة فيها ضيوف مختلفين وأيضا فقرات متنوعة. من هذه الفقرات حمد يمكن يكلمكم عنها بعد شوي إن شاء الله. أكيد مساكم الله بالخير مشاهدينا، مساك الله بالخير يا خالد. مساك الله بالنور والعافية مشاهدينا. مثل ما تفضل خالد، حلقتنا الليلة بنتناولها مع ضيوفنا الكرام، أولا باستعداد مؤسسة راف لتسيير قافلة المحبة والإخاء في نسختها الرابعة لزيارة إخواننا السوريين في مخيم الزعتري. نعم حمد، أيضا راح نتناول مع السادة المشاهدين توقيع سعادة الشيخ المياس بن حمد بن خليفة الثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا روتا إعلان إمباور للشباب لعام 2014 تحت شعار الرياضة من أجل تمكين الشباب. وبعد عندنا محطة بيئية اليوم مع برنامج لكل ربيع زهرة للتوعية بأهمية الغطاء النباتي في الدولة. بالإضافة إلى ذلك بنتعرف مع مشاهدينا على مبادرة القبعة الصفراء التي تهدف بالإحساس بالآخرين. نعم طبعا المواضيع اليوم مختلفة، ويمكن من الموضوع الأبرز لهذه الحلقة يمكن القبعة الصفراء، لأن تشغل يعني هذه الفقرة بالذات يمكن وصل رسالة من خلالها للسادة المشاهدين. وأيضا الاسم عجبني مساء اللي رينا في الاستديو، شنو محمد شنو نسوي بدونهم، شنو نسوي بدونهم. اذا حطوا في بالكم هذه الكلمه، بنقول لكم ايش معناتها عقب. هي كلمه شنو نسوي بدونهم وليش اختاروا هذه الكلمه. طبعا اعزائي المشاهدين، البدايه راح تكون من خلال التقرير او تقرير الظروف الماساويه اللي يعيشها الاشقاء السوريين في مخيم قب الياس في لبنان، ولا سيما مع حلول فصل الشتاء هم يتطلعون طبعا الى مساعدات تعينهم على مواجهه قساوه شده البرد. نشوف وياكم التفاصيل من خلال التقرير التالي. ألوان من قصص المعاناة التي يعيشها الآلاف من اللاجئين السوريين تحكيها معسكرات ومخيمات اللاجئين المنتشرة في كل مكان، أطبقت عليه إفرازات الحرب السورية بكل تداعياتها الاجتماعية والإنسانية. من هذه المخيمات مخيم قب الياس، حيث يتسع حجم المعاناة وتفرض بؤسها في خيمة يستظل بها اللاجئون السوريون. أبو محمد لاجئ سوري يتحدث بحزن كبير عن طفلته التي فقدها بعد أن أضناها الوباء، ينشد العون والمساعدة لإنقاذ طفلته الثانية. هاي البنت في جهاز براسة، مدة الجهاز إذا سكر 24 ساعة تكون خالصة، تكون متوفية، وهي من عمر 3 أيام كانت بالمشفى وركبنا لها جهاز على عمر 3 أشهر. هاي البنت اللي لساتها حية، البنت اللي ماتت نقول الله يرحمها والحمد لله رب العالمين، ولكن بدنا يعجلونا بالسفر حتى نعالج لأنه هو ما في إلى علاج. وفي خيمة أخرى قصة علي، وهو طفل في السادسة من عمره أنهكه المرض أيضاً وفقد القدرة على المشي والكلام والسمع، يلازم الفراش كل النهار أو يجلس على كرسيه النقال. أمراض وأوبئة كثيرة تنتشر في هذا المخيم بسبب الحالة المتردية التي يعيشون فيها، بينما فصل الشتاء الذي يلفح خيامهم يبدأ في فرض شروطه القاسية عليهم. هذا ما طبق عمره شهرين، صار معه فتاء بالسرة، وما الطبابة ما عم تغطي بالمشفى، ما بده عملية، بده طبابة، بده شيء، عم يستفرق، بده حليب، بده حفاضات، بده. وجوزي مثل ما شفتوا انه صار في هيك جربها من المي والمي العكرة، وقعد بالبيت انا وجوزي وعندي طفل، انه ما عندنا لا طبابة لا عندنا حرامات لا عندنا شوادر، عملنا لما تشت الدنيا عم نطوف طوفان بالمي. وتبقى معاناة اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء التي تتسع باتساع الأزمة وتداعياتها قضية إنسانية محورية تستدعي كل دعاة الخير والإنسانية. إذن أعزائي المشاهدين، مثل ما شفنا وياكم هذا التقرير، احنا نقول في اختصار شديد جدا لا حول ولا قوة إلا بالله. من هذه المناظر اللي احنا قاعدين نشوفها في شتى بقاع العالم، احنا نقول ونأكد مرة ثانية على دور الفرد في المجتمع ودور المؤسسات أيضا في تقديم العون والمساعدة لهؤلاء الناس. هذا واجب، واحنا تعودنا منكم في قطر وهالقطر، وأيضا المقيمين في هالبلاد دائما هم يعني أهل خير ودائما هم المبادرين يعني، ودائما لما احنا نذكر هم يبادرون بالمساعدة.
صحيح يا خالد. وطبعا مشاهدينا في نفس هذا السياق بدأت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف تستعد لتسيير قافلة المحبة والإخاء في نسختها الرابعة لزيارة إخواننا السوريين في مخيم الزعتري وغيره من مخيمات الإيواء بالأردن. نعم حمد، طبعا للمزيد من هذه النسخة وبعرفنا عليها أكثر في الاستديو السيد عبد الناصر فخر مساعد مدير إدارة سفراء الخير بمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف. يا مرحبا ومسهلا فيك إبراهيم في استديو تراحي. يا مرحبا ومسهلا أبو إبراهيم. بداية ودنا نعرف مشاهدينا المحبة والإخاء، ليش اخترتوا هذا الاسم وإيش خلفيات هذا الاسم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أشكركم على الاستضافة. لا شكرا لك. هي المحبة والأخاء، يعني هي مأخوذة، يعني الاسم معرب عن نفسه. نعم. المحبة والأخاء مع أخواننا اللاجئين. نعم. هي مبدئيا بتكون إلى سوريا، ولكن هي إنحاء العالم كله بتكون المحبة والأخاء من قطر إلى جميع أخواننا في جميع أنحاء العالم بتكون إن شاء الله. نعم. هذه المحبة والأخاء يعني هي يعني هي اخذناها طبعا من عده اسماء كثيره في البدايه. نعم. عقب تمين على هذا الاسم ولله الحمد. صحيح. الحمد لله رب العالمين. طيب ابو ابراهيم، لو نتكلم شوي عن هذه القافله على وجه الخصوص، شو اللي يميزها عن باقي القوافل اللي طلعت من قبل، يعني اللي سبقتها؟ شوف، هي يعني هي من اجمل ما فيها المحبه والاخاء. هي طبعا هي سلسله من واحد الى الان الحمد رب العالمين في اربعه. نعم. هي المحبه والاخاء، هي أخاء بين الشعب القطري والمقيمين على هذه الدولة الطيبة مع الإخوان في سوريا والشعب السوري. نعم. بس أنا برجع إلى سؤالك، اللي يميز هذه القافلة إن هي أولا بتكون قبل الشتاء، أو خلينا نقول بدأ الشتاء حاليا. صحيح. وهي حاليا محتاجين لأقصى ما تتصور من مساعدات. نعم. وحاليا إحنا عندنا اللي يميز هذه بعد بتكون إن في عدة مشاريع بتكون فيها إن شاء الله بتكون في للاجئين السوريين ان شاء الله في الاردن. نعم. احنا الان قاعدين نشوف شعار الحمله، وطبعا ابو ابراهيم انتم يعني جزاكم الله خير اوريدي بداتوا التسويق للحمله وبدات الاعلانات تطلع عن هذه الحمله. نبي نتكلم عن وين وصلتوا في الاستعدادات للانطلاق. في البدايه طبعا احنا الحمد لله رب العالمين عندنا شركاء موجودين حاليا في الاردن. الاستعدادات في البدايه تكون في الاردن، تم توصيلنا بالمعلومات الكامله مع الاحتياجات نقدر نقول الاحتياجات طبعا. تم حجز فنادق وتم حجز الطيران، مقاعد الطيران. وحاليا بصدد ان الاقبال يكون موجود ان شاء الله، ومن هذا المنبر الطيب احنا نتمنى ان يكون يعني التسجيل يكون باسرع ما يمكن، لان احنا عندنا عدد معين من الكراسي. نعم. يعني لان احنا كل رحله ما شاء الله كل قافله يعني اللي يحبون يقول معانا بالمئات والله. صحيح. مش مو بان احنا قاعدين نبالغ فيها، فعلا مئات من المقيمين والقطريين يحبون يكونون معانا، يحبون يشوفون هذا المكان. فنتمنى من هذا المنبر الطيب ان يتسارعون فيها للمقاعد القليله. طب نعم. ممكن تقول لنا بس على عجاله ان شلون ممكن التسجيل وكم عدد الكراسي المتوفره؟ احنا حاليا احنا تقريبا 80 كرسي. التسجيل طبعا عن طريق الخط الساخن او دخول الى موقع مؤسسه ثاني عبد الله راف. نعم. والتسجيل او من اي جهه من اي اماكن اللي هو في المجمعات التجاريه في اي مكان ممكن يسجل اسمه، سهل جدا. والمبلغ 7000 ريال. طبعا هذا المبلغ هو مبلغ بخصوص التذكرة والسكن. نعم. والمواصلات بتكون هناك إن شاء الله. جميل. إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب أبو إبراهيم، إحنا ودنا نستفسر أكثر، يعني شنو هي طبيعة المساعدات اللي بتقدمونها من خلال هذه، وكم تبلغ تكلفتها الإجمالية تقريبا؟ شوف، هي المساعدات تتقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هي مساعدات أسرية، والقسم الثاني مساعدات إنسانية، والقسم الثالث مادية. القسم المساعدات الأسرية هي عملنا إحنا أن كل أطفال من أسر قطرية وأطفال قطريين أو مقيمين نعمل هدايا عبارة عن شنطة صغيرة. الشنطة فيها بتكون فيها سجادة ويلال، في ناس يسمونه جلال يلال. نعم. وفي بتكون سكارف من الصوف وطاقية من الصوف أيضا. وبيكون في ألعاب للأطفال. فهذه بتكون للأسرة، في أدوات خياطة. يعني هذه من أسرة لأسرة بتكون. هذه من أسرة لأسرة غير الأشياء اللي أنتم راح تدخلونها يعني لهم. نعم. هذه هدية من. نعم. يعني إحنا حبينا نشارك أهل قطر جميعا فيها. نعم.
في الاحتياجات هذه. جميل. الشيء الثاني المساعدات الإنسانية، احنا عندنا طبعا في مساعدات بتكون كفالة الأيتام. نعم. عندنا كفالة الأسر الجرحى. عندنا حاليا توسعة لمركز مستشفى متكامل حاليا، مستشفى نعم. صحي هناك متكامل تم افتتاحه في قافله رقم 3 اللي نعم. موجود داخل مخيم الزعتري. داخل مخيم الزعتري هذه صحيح. الان في توسعه بتكون له ان شاء الله، او اضافه خلينا نقول اللي هو مركز اسنان، وبتكون في بعد هناك بتكون عياده للولاده القيصريه، وبيكون عندنا بعد في مركز في مثل تحليل الدم وتحليل، يعني هذه بعض يعني كأنه مختبر عفوا مختبر نعم. بيكون مختبر كامل نعم. بيولوجي اصلا هذه منكم. وفي مساعدات للامراض المزمنه اللي هو اللي الربو السكري الضغط نعم. هذه كلها كل واحد اذا انت في يعني يعطونا نعطيه اجهزه معينه صحيح. هذه احتياجات هذه بتكون ان شاء الله. اما الاحتياجات الماديه هذه ان شاء الله مؤسسه رائد ثاني بن عبد الله متكفله ان شاء الله فيها، ومن المساهمين ايضا بعد نذكر من هذا المنبر الطيب للمساهمين اللي يحبون يساهمون في هذه الرحله حتى لو ما يقدر يجي، حتى لو مثلا في ناس عندهم اشغالهم، في ناس عندهم اعمالهم ما يقدر، احنا نتمنى من هذا المنبر الطيب المساعدات الماليه اللي يقدر عليه كل فرد على هذه الارض الطيبه. نعم. وايضا نكرر بعد عندنا على الخط الساخن ان شاء الله، واحنا مستعدين الحمل القافله مستعدين الاداره راف توصله وين ما يكون ان شاء الله. نعم. طبعا اكيد ابو ابراهيم احنا نضم صوتك لمشاهدينا، اخواننا في سوريا محتاجين منا الكثير، وطبعا احنا واثقين ان مو بيوقف العطاء، لان ان شاء الله الله يرجعهم لديرتهم سالمين. ابو ابراهيم نبي نتكلم عن الاحتياجات الضروريه والعاجله، هل بتكفي اللي موجودين الان في مخيم الزعتري؟ انا ما عندي الارقام الصحيحه نعم. لمخيم الزعتري، بس الحين اصبح العدد كبير. نعم نعم، يعني هو العدد يعني من 80 الى 120 الف نعم. لاجئ سوري حاليا نعم. هذا الرقم اللي وصلنا. بس ابشركم الحمد لله رب العالمين، قافه المحب والاخاء ما هي الا مرحله من مراحل الكثيره والطويله الى جمعيه راف ثاني عبد الله وجمعيات القطريه الاخرى لله نعم. الحمد هي الحمد يعني اللهم لك الحمد، صار لنا حاليا من بدايه النزوح الى الان قافلات كثيره، وليست فقط للاجئين السوريين الى حتى اللي في، ليس بس فقط في الاردن، ايضا في اللي في لبنان، وايضا اللي في سوريا في تركيا نعم. حاليا من حوالي ما يقرب حوالي اسبوعين كانت اكثر من 50 قافله 50 شاحنه دخلت الى سوريا وايضا بصدد الان عمل مشاريع تنمويه استثماريه نعم. وهذه الحمد لله رب العالمين بدت فيها ثاني بن عبد الله راف نعم. عمل افران عمل هذه تكون طبعا الخياطه صحيح، هذه تكون في المخيمات نفسها، هذه في المخيمات وداخل سوريا وداخل سوريا نعم نعم, نعم. نعم. افران دقيق هذه كلها اشياء نعم. هذه اعمال تنمويه نعم. طيب ابراهيم انا ودي اسالك، يعني اكيد في جهات انتم دائما تحاولون ان تتواصلون معاهم على اساس انه يوصلون هذه المساعدات الانسانيه الماليه العينيه كلها، طبعا من هذه الجهات اللي انتم دائما تتواصلون معاهم على اساس توصل للفئه المطلوبه؟ طبعا في البدايه انا احب اشكر وزاره الخارجيه نعم. على المساعدات الدائمه ويد العون منها الينا وإلى جمعية قطرية كلها بإدارة التعاون الدولية وإدارة المراسم، وأيضا نشكر السفارات القطرية سواء في الأردن أو تركيا أو لبنان، فهذه كان بصراحة كان أيضا مساعد يعني من وإلى كانت معنا يعني، وعندنا جمعيات نداء الخير حاليا نداء احنا الخير نشوف صور من الحملة السابقة نعم، هذه في منتدى الثالثة هذه من قافلة يعني المحبة والإخاء الثالثة اللي كانت العام الماضي. هذه نعم كانت العام نعم. الماضي، هذه كانت افتتاح المركز الصحي نعم. أو المستشفى. المستشفى. نعم وشوف حاليا اللي في الخلف هذيل الكرفانات هذول يعني ولله الحمد هذه بداية يوم صار المخيم نعم. بداية يوم كان صار الزعتري. صحيح. فاقترحوا الاخوان كان غير منظم لا اقترحوا الاخوان ان عندنا يعني الجمعيه مؤسسه راف برئاسه الشيخ عايض القحطاني اقترحوا ان
أن تبدل الخيام إلى كرفانات. جميل. ففي البداية قالوا لا ما نحتاج، كلها شهر شهرين ما نحتاج. قال لا يا جماعة خلونا. ولله الحمد الحين مؤسسة راف عندها مخي عندها كرفانات من 1500 إلى 2000 كرفان حاليا موجودة. يعني إحنا نتكلم عن 1500 إلى 2000 أسرة. وهي مميزة لأن الأعداد اللي تستقطبها الكرفانات، يعني يمكن أنا كان لي زيارة للمخيمات، إن مشكلة الخيام إن أنت على الأرض، فأي مطر أي شيء وبالذات الزعتري تصير صبخة، فهذه مشكلة كبيرة. فالكرفانات شوي أنت مرتفع عن الأرض، فهذه تعطيك أفضلية. أقول لك عندنا مرة كنا نمشي، كنا في الافتتاح قافلة اثنين أتوقع، فكنت مع الشيخ أحمد البوعنين والمجموعة المشايخ شيخ عايض ومجموعة عبد الله السادة، فكن ماشيين مجموعة، فجات لنا واحدة أخت من المخيم قالت سلام عليكم يا مشايخ. قعدت أتكلم المشايخ الموجودين معنا، شيخ أحمد البوعنين قال عليكم السلام. قالوا أنتوا عارفين ليش إحنا بدنا الكرفانات يا أخوان؟ فيعني بديهيا قلنا نعم عشان المطر وعشان الجو وعشان كذا. فوالله ردت علينا رد قاسي علينا، سترة. قالت والله عشان نستر على بناتنا، سترة. قال احنا كنا نخاف نطلع، لان يعني قال والله نطلع نبي حاجه تكفل على ابوابنا. صحيح. على بناتنا. صحيح. على اولادنا. صحيح. يعني قال يا جماعه انتوا اعطيتونا. نعم. يعني شيء كنا نحلم فيه ان نستر علينا. نعم. مره يا شيخ واحد من الشيبان الموجودين، فجيت يعني احنا نعطيهم هناك المساعدات، فمسكني قال لي يابا. قلت نعم. قال والله، قال لو انت تعرف ايش انا في سوريا عندي. قلت ايش يا حج؟ تفضل. قال والله عندي بيتين وعندي مزرعتين، لولا الحاجه ما جينا. يعني شوف سبحان الله، يعني رحمه عزيز قبل. نعم نعم يا جماعه. يعني احنا نناشد هالقطار، نناشد الجمعيات الاخيريه، نناشد المقيمين على هذه الارض الطيبه ان تحط يعني يدهم بيدنا. صحيح. يعني احنا اليد الواحده ما تصفق. نعم. احنا نتمنى المساعدات من الاخوان المحسنين، ولله الحمد ولله الحمد كثيرين كثيرين. نعم. فنتمنى ان شاء الله ان نطلع بهذه القافله بشيء يشرف قطر واهل قطر والمقيمين على هذه الارض الطيبه. أكيد ان شاء الله. اكيد اكيد. ابو ابراهيم، طبعا المساعدات هذا جزء ايادي الخير. نعم. جزاهم الله الف خير، أهل قطر كلهم ما يقصرون. بس هل في برنامج آخر للقافلة من خلال توظيف الشباب السوريين الموجودين في المخيم، إيجاد لهم دورات تدريبية، إيجاد لهم فرص عمل؟ أولا إحنا البرنامج هو مش فقط مساعدات. جميل. إحنا أولا النقطة الأساسية اللي نبي نوصلها، ترى إحنا بنقول يا أخواني في سوريا، ترى أنتم مو بلوحدكم. هل قطر معاكم؟ لو تخلى العالم هل قطر معاكم؟ من قطري ومن مقيم. البرامج الأخرى، إحنا عندنا زيارات إلى أولا عندنا زيارات دور الأيتام، ولله الحمد أيضا بعد مؤسسة راف أجرت عمارات للأيتام. في السابق كانوا في المخيمات، الآن نقلناهم إلى عمارات مؤثثة محترمة ما شاء الله، مكيفة، فكل الالتزامات موجودة. عندنا زيارات إلى الجرحى، برضو في جرحى هناك. مثل ما تفضلت، أنا برجع إلى 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 سؤالك إن هل وظفته. نعم، في عندنا مثل ما قلت لك في البداية عندنا مشاريع تنموية. هذه خلينا الإخوان السوريين هم المشرفين عليها، خليناهم بدال ما أنا يحتاج لي كل شهر أو كل شهرين مساعدات. صحيح. مني أو من غيري أو كذا، لا. نعم. خليناه ينتج. أبو إبراهيم، ولا أقطع كلامك إلا بالخير. أعزائي المشاهدين، شوفوا إياكم من خلال الشاشة الآن، الخط الساخن اللي من خلاله تقدرون تتواصلون مع مؤسسة راف للتبرع والجود بما لديكم. وطبعا هذا جزء من الواجب اللي علينا إحنا كأخوان وكمسلمين، أن نتعاضد في مثل هذه الأزمات. وأكيد يعني الإنسان يعني ما له في الدنيا وفي الآخرة إلا عمله الصالح، فلا تبخل على نفسك، فالجود لنفسك وليس لأحد آخر. يعني آسف المقاطعة، ولكن حبينا يعني نوضح الرسالة للسادة المشاهدين. إذا فأقول لك احنا حاليا في صدد ان هذه المشاريع. نعم. التنموية، فهذه ان شاء الله بتغطي عليها. حتى حاليا صحيح. المركز المستشفى اللي موجود في الزعتري، حتى اللي يشرفون عليه يعني معظم من غير طبعا الأطباء، هم كلهم من اللاجئين السوريين. صحيح.
يعني هذه كانت مبادرة أيضا. لأن أكيد في منهم صحيح. أطباء، في منهم والله في ممرضين وفي مهندسين وفي وحاليا ليس فقط بعد المستشفى، حاليا في مراكز تعليمية موجودة في الزعتري وأيضا مشرفين عليها صحيح. أيضا مشرفين عليها صحيح. أهل سوريا نفسهم. نعم صحيح. يعني اتوقع احنا العام يمكن حمد استضفنا واحد من الاطباء او الاطباء اللي متواجدين هناك، وفعلا يعني كانت التخصصات الرئيسيه موجوده عندهم، وكان الطبيب ايضا يطمح الى تواجد مثل هالتخصصات، تعرف اللي سوء الاحوال اللي عندهم والازمات اللي يمرون بها. ولذلك يعني تعقيبا على كلامك وكلام حمد، شنو هي المشاريع اللي تعتقد انها لازم تكون متوفره لهؤلاء يعني الناس عشان يمارسون حياتهم على الاقل بالشكل البسيط اللي الكفيل لاي انسان تحت طائله منظمه حقوق الانسان، لو احنا نقول ان كل انسان له الحق بالعيش؟ هي حاليا طبعا مشكوره طبعا دوله قطر بصفه عامه والجمعيات الخيريه. نعم. هي انشات مدارس، انشات هناك مراكز تعليميه. نعم. انشات مراكز يعني فقهيه، مراكز دينيه حاليا موجوده حاليا. في البدايه نبغي احنا نرجع مره ثانيه التكاتف والتعاضد بين الإخوان السوريين نفسهم. نعم. هذا كان أهم نقطة عندنا، ونعلم الناس بالمآسي الموجودة. صحيح. حاليا الإعمار اللي صاير في سوريا هو المشكلة الأساسية، لقمة العيش اللي صاير اللي يعني اللي برع سوريا محصلين لله الحمد في مأوى لهم. نعم. أما حاليا اللي داخل سوريا أيضا. نعم. هذه المآسي الكبيرة اللي تواجهنا. دخولنا إلى سوريا أو دخول الإخوان إلى سوريا هذه أيضا من الأشياء اللي نتمنى أن نلقاها حل، وعندنا ما شاء الله شباب فيهم البركة إن شاء الله قادرين يدخلونها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب سيد عبد الناصر، صراحة يعني يعطيكم العافية بيض الله وجهكم، نبي كلمة أخيرة منك لمشاهدينا لدعم هذه القافلة. والله أنا أتمنى من كل قلبي، احنا تاريخ 20 21 و22 بتكون القافله ان شاء الله، اتمنى اللي ما يستطيع الذهاب اتمنى انه يسد حاجه اخواننا اللاجئين السوريين. هذه فرصه والله ما بتعوض، فرصه الان عندك مبلغ، عندك حاجه، انت حاجم، انت حاليا مرتاح عايش ولله الحمد براحه، انت هم الاخوان قاعدين في لاجئين ما عندهم حتى لقمة عيش يأكلونها، الخبز يذبحون عليه، لدرجة أن احنا إذا دخلنا الزعتري يتجمعون علينا الآلاف. يعني أتمنى التبرع يا أخوان. فعلا قطر فيها أكفاء، فيها محسنين ولله الحمد يتبرعون بممالك طائلة. أتمنى من كل قلبي، أتمنى من هذا المنبر الطيب إن شاء الله يدلعون من المحسنين من قطريين ومقيمين إن شاء الله بإذن الله تعالى. جزاك الله الخير وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. الله يجزيكم الخير وشكرا على الاستضافة. لا شكر على وجب. شكرا على حضورك سيد عبد الناصر فخر مساعد مدير إدارة سفراء الخير بمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية رأف. الله يوفقكم إن شاء الله. الله يوفقكم. مشاهدينا الكرام، من ستر المؤمن ستره الله يوم القيامة. لا ننسى أخواننا السوريين، هم لهم حق علينا. وطبعا في هذه الحلقة أيضا بيكون معانا الدكتور سيف الحجري بيكلمنا عن برنامج لكل ربيع زهرة لهذه السنة. نعم، وبعد الفاصل راح نتعرف على أهداف إعلان إمباور للشباب لعام 2014 من قبل مؤسسة روتا. انتظرونا.